كلامنا لسه متواصل عن الدوريات العالمية والسوبر كمان الأوروبي. خلينا نرحب بضيفنا العزيز نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. أستاذ نادر بونجور، أهلا بيك. بونجور يا أستاذ نهاوند، صباح الخير يا أستاذ كريم. صباح الفل. صباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، منور الدنيا. وعايزين بقى النهاردة ندردش كده مع حضرتك في الدوريات الأوروبية المختلفة، وتعالى نبتدي بالدوري الإنجليزي اللي انطلق بالفعل، ورؤيتك للجولة الأولى حجم المنافسة فيها كان عامل إزاي؟ وهل تقدر بموجب اللي شفته في الجولة الأولى تستنتج النهايات هتكون عاملة إزاي؟ يعني طبعا بالنسبة للدوري الإنجليزي طبعا بدأ برضو بشكل جيد ومثير، كان في إثارة في بعض المباريات، شفنا ماتش تشيلسي وليفربول كان قمة الجولة لكن ما عجبنيش على المستوى الفني بشكل كبير جدا. الماتش اللي كان ممتع بصراحة على المستوى التكتيك والأفكار التكتيكية كان بيرني ومانشستر سيتي. الجولة الافتتاحية كان كومباني وجوارديولا في شغل مميز جدا. أعتقد في اللقاء ده ظهر بعض الأفكار اللي ممكن يتبعها بيب جوارديولا في فك شفرات كسر ضغط الخصوم، لما قدم إيدرسون حارس المرمى وبقى زي قلب مدافع كده بجانب اللاعب مانويل أكانجي، ساهم بشكل كبير جدا واستغل إيدرسون اللي هو بيلعب كرة بشكل جيد جدا، فهمها كمباني فعمل كثافة عددية في وسط الملعب، فبالتالي راح جوارديولا لاجئ لعملية التمريرات الطولية من إيدرسون لهالاند وتحركات دي بروينا طبعا قبل ما تصاب ودخول ألفارز في وسط الملعب والحركة بين الخطوط. كل هذه الأمور طبعا ساعدت في ربكة لدفاع بيرني. السيتي خلق محاولات وحلول هجومية بشكل كبير جدا من خلال مهارات برضو برناردو سيلفا، وأعتقد كان يستحق المكسب. وطبعا السيتي بيستمر على الأداء الرائع وفريق مرعب بصراحة. بالنسبة طبعا لمانشستر يونايتد، يعني ما ظهرش في اللقاء الأول بشكل جيد، كان في مشاكل كتيرة جدا خاصة على مستوى التمركز في الأخطاء الدفاعية. كمان في نقطة يعني فنية شفتها في اللقاء، أعتقد إيريك تين هاج المدرب لاعب ماونت وبرونو فرنانديز وكاسميرو الثلاثي، أعتقد في مشاكل كتيرة جدا في تداخل في الأدوار في الملعب بين برونو ولاعب ماونت الصفقة القديمة من تشيلسي. كان لازم برونو يتأخر شوية ويلعب صانع لعب متأخر، هيبقى كشف الملعب أكتر وهيدي حرية أكتر لماونت كمان في الحركة في أنصاف المساحات. لكن كإجمالا أعتقد كان بداية مميزة جدا، وأنا شايف إن فريق ليفربول يعني محتاج لسه شغل كتير. صحيح طبعا. طب وارسنال برضو استاذ نادر، رايك ايه في اداء ارسنال؟ وارسنال الموسم اللي فات ابتدى بقوه شديده جدا لكن ما حافظ يعني على هذا المستوى. الموسم ده انت شايف ازاي بدايه الوديه وتالقه برضو؟ هل ممكن يستمر كده ولا برضو هيتكرر نفس السيناريو من وجهه نظرك؟ لا انا اعتقد ارسنال بعد ما جاب صفقات زي تيمبر وديكلان رايس وهافيرتس هيساهموا بشكل قوي في الجانب الهجومي. شفناه مع نوتنغهام فورست كسب بصعوبه لكن كان مكسب يعني معنوي ويقدر ينافس. الميزه في ارسنال في اللقاء ده اللي هو لعب بشكل ديناميكي مختلف. كان بيلعب لما هو ماسك الكوره 3 2 2 3 تحركات مميزه جدا. نوتنغهام كان بيلعب ميد يمبلوك ضغط متوسط وكثافه عدديه، فبالتالي ارسنال وجد صعوبه في التمرير واللعب في العمق، فكان عنده خداع ارتيتا. حاول تيمبر يلعب في انصاف المساحات في الجانب الايسر واوديجارد في الجانب الايمن عشان يساهم ويدي فرصه لخلق موقف واحد لواحد سواء لهافيرتس على الجانب الايسر او ساكا على الجانب اليمين. وطبعا كان في زياده عدديه على الاطراف في فريق ارسنال ونجح بشكل كبير جدا اللي هو يهدد مرمى نوتنغهام فورست وقدر يكسب ولكن بصعوبه. والنقطه المهمه في فريق ارسنال اللي هو اعتقد انا شعرت اللي هو عنده نفس الدافع والطموح بتاع السنه اللي فاتت، اعتقد هيستمر لنهايه يعني يقدر ينافس السيتي نقول الموسم ده بشكل كبير. اعتقد هينافس بشكل كبير جدا وهيبقى نفسه اقوى من الموسم الماضي. طيب خلينا نقف شويه عند ليفربول. وحضرتك يعني قلت ما معناه ان البدايه الموسم ده مع ليفربول ما هياش الامثل، ما هياش البدايه الاقوى، واكيد مش هنختلف ان ليفربول في الفتره الاخيره عموما حتى في اخر كام موسم يعني او اخر موسم بصفه خاصه كمان مش ده ليفربول اللي احنا عارفينه. في رايك ليفربول ايه اللي بينقصه عشان يرجع مره ثانيه يعني يتم تتويجه ويعني ويستمر في الحصول على القاب؟ ايه اللي ناقصه؟ يعني انا اعتقد ليفربول يعني في لقاء تشيلسي حتى في البري سيزون والجولات التحضيريه ما قدمش الاداء الكبير او المقنع. انا شايف اللي هو ينقصه يعني هو مشى لعيبه مميزه جدا زي فابينو وهندرسون طبعا راحوا للسعوديه، ما عوضهمش بلعيبه جيده. يعني انا شايف بيلعب بثلاثي وسط ملعب سوبوسلاي من الصفقه الجديده مع ماك اليستر وجاك، ولعيبه طبعا ما عندهمش اللاعب رقم ستة اللي احنا بنقول عليه في كره القدم دستروير بيقطع ويفتك من الخصوم بيفسد الهجمات، بينقصه بشكل كبير جدا. فبالتالي
فايه اي تحول فبيبقى فيه الحته في وسط الملعب ده فاضيه فريق ليفربول، فكان محتاج لاعب رقم 6 كمان. بقى ليفربول عن السنين الماضيه اللي كان خد فيها دوري ابطال اوروبا بطيء جدا في عمليه الضغط العكسي، فبالتالي صحيح. ما بقاش يستخلص الكره من المنافس بشكل طبعا. سريع زي ما كان بيعمل قبل كده. الثلاثي الامامي محمد صلاح جوتا او نونيز او لويس دياز، الثلاثي ما فيش تناغم بشكل كبير جدا، فتحس صحيح. برضو في حاجه مفقوده طبعا. وطبعا قلبي الدفاع كونتيه وفيرجيل فان دايك لسه برضو فيه مشاكل وبطء بشكل كبير جدا. فانا اعتقد اهم نقطه في فريق ليفربول لازم يحسننا، يجيب لاعب رقم 6 قوي بدنيا زي ما احنا بنقول، يقدر يقطع الكره من الخصوم وكمان يبقى قوي في عمليه الضغط. طب اللي احنا بنسمعه عن طبعا يعني تراجع شويه او النسبي في اداء ليفربول ككل، والرومرز او الاشاعات اللي طلعت مؤخرا على ان ده هيدفع بمحمد صلاح ان هو يبتدي يفكر في العرض اللي المفروض يكون جاله من الدوري السعودي، هل السيناريو ده وارد الحدوث برضو من قراءاتك ولا بعيد شويتين؟ لان محمد صلاح حسب ما قرينا برضو هو بيتكلم ان مش طموحه دلوقتي ابدا الخطوه دي، بس في لعيبه تانية قالت نفس الجمله وراحت طبعًا. يعني ما بقاش في حاجه مضمونه حي دلوقتي. طبعا اعتقد محمد صلاح يعني تفكيره مختلف وعنده طموح اللي هو يحقق ارقام قياسيه مع فريق ليفربول، وطبعا محقق ارقام قياسيه وهو دلوقتي اسطوره في فريق ليفربول. محمد صلاح ممكن يروح السعوديه بعد سنه او سنتين، انا شايف ده، اعتقد هو هيستمر في فريق ليفربول، وبعض المصادر المقربه للاعب يعني قالت اللي هو يفضل البقاء في فريق ليفربول. هو نفسه مدير اعماله قال ان صلاح منفتح على العرض السعودي ولكن مش الموسم ده. يعني هو قال اللي حضرتك قلته. انا اعتقد ممكن يفكر بعد سنه او سنتين يحقق كل حاجه في اوروبا. هو صلاح هيستمر في تحطيم الارقام القياسيه ازاي اذا كان حال فريقه بالكامل متردي؟ هو بالشكل ده هيبقى هيعاني بشكل كبير جدا ده هيعطله هو شخصيا على التارجت اللي هو عايزه. دي حقيقه هيتعطل بشكل كبير جدا. فالليفر اصلا كمنظومه دلوقتي لا عنده مشاكل كثيره جدا، فلازم محمد صلاح يعني الناس تساعده بشكل كبير جدا، عشان لو استمر له على كده انا ممكن برضه ما يبقوش ايه في الاربعه الكبار زي السنه اللي فاتت. كمان صلاح هيعاني بشكل كبير جدا، صلاح دلوقتي يعني كان بيبقى هو الهداف، دلوقتي هو اللي بقى يلاعب الفرقه وصانع لعب بيحاول يساعد، لكن لازم حد يساعد معاه. طبعا. طيب تعالى نتكلم شوية عن الكرة الأوروبية ومستقبل الكرة الأوروبية برضو من وجهة نظرك أستاذ نادر، مع كل الأسماء اللي يعني بتذهب أو بترحل عنه، ومش هتكلم عن الدوري السعودي كلمنا عنه كتير، بتكلم على الدوري الأوروبي أو الكرة الأوروبية، مع اختفاء الأسماء الكبيرة فيه، هل ده هيؤثر على المتعة في الكرة الأوروبية والإنجليزية وغيره تحديدا ولا ملوش علاقة برضو؟ يعني انا اعتقد مش هتاثر بشكل كبير جدا، يعني كانوا برضو يعني نيمار كان موجود في باريس سان جيرمان، امبابي، كريستيانو ما كانوش برضو الفتره الاخيره بيلعبوا بشكل كبير جدا، نيمار كان برضو ده برضو عليه علامه استفهام اكبر ان انت اسماء زي دي موجوده في نادي مفروض موفر لهم كل حاجه وبرضو ما حققوش حاجه، يعني يمكن بس في الدوري الفرنسي وهم بينافسوا نفسهم في الدوري الفرنسي يعني. دي حقيقه، ولكن الدوري الانجليزي يعني اي عنصر بيلعب لا هو رقم واحد وفي اثاره بشكل كبير جدا. انا شايف الكره الاوروبيه اصلا الموهبه الحقيقيه دلوقتي واللاعب الفذ ما بقاش موجود زي زمان. فبالتالي لما نشوف مثلا كاسيدو جه ب 116 مليون يورو لتشيلسي، ديكلان رايس ب 105، يعني ما نتفاجئش بالمبالغ الباهظه دي، لان اصلا مستوى اللاعب هو كده، ما فيش اللاعب الموهبه الفذه دلوقتي، يعني الموهبه الحقيقيه لا تتخطى على اصابع اليد الواحده. بس انا تخيلت ان اجابتك على سؤال نهاوند هتبقى مختلفه حبتين، لان السؤال منطقي فعلا من زاويه ايه؟ ما انت بشكل مباشر بتفرغ الدوريات الاوروبيه من نجومها وبتاخدهم كلهم في الدوري السعودي. فانت شايف الحكايه دي ازاي؟ يعني بالتالي عايز اقول لك بالتالي ان ناس كتير هتلاقي ان لا في هتنتقص من متعه المشاهده للدوريات الاوروبيه عدم وجود نجوم اوروبا في دورياتهم الاصليه. طبعا دي هتاثر بشكل كبير، يعني مش بشكل كبير، الدوري الانجليزي برضه هيفضل المتعه هيها. يعني انا شايف الدوري السعودي هم ماشيين مشروع دوله هناك ومخطط ليه، واعتقد هو ماشي بشكل جيد وهينجحوا في ده عشان يبقى خلال السنين القادمه يبقى من اكبر 5 دوريات في العالم. انتداب النجوم والقنوات الاوروبيه بقت تشتري الدوري السعودي، فده كله هيخلي العين على الدوري السعودي. ولكن انا شايف برضه يعني الدوري الانجليزي هيكون له بريقه الخاص والمتعه الخاصه بتاعته. طب اشمعنى استثنيت الدوري الانجليزي بس دونا عن كل الدوريات الاوروبيه؟ ماسك نفسه. انا شايف ان الدوري الاسباني انا شايف الدوري الاسباني يعني في حاجات كتيره زي الدوري المصري من حيث المشاكل والبث والاخراج، وبعد رحيل ميسي ورونالدو في مشاكل برضو كبيره جدا، فما بقاش في متعه كبيره للدوري الاسباني عكس الدوري الانجليزي، يعني كل الفرق بتلعب بشكل مميز. مثلا بقى لها فتره طويله ما حدش فاهم حاجه، هو ايه اللي بيحصل؟
برشلونه طبعا من ساعه ازمه كورونا والازمه الاقتصاديه عندهم ديون كثيره جدا، مش عارف يجيب الصفقات، يعني على اخر لحظه في قبل بدايه الدوري سجل صفقاته الجديده عشان الديون، بعد ما شركه المانيه طبعا اشترت جزء من الاسهم بتاعته. فبرشلونه طبعا بيعاني بشكل كبير من ازمه ماليه، اعتقد تشافي يعني بيحاول يعالج على ولو بسيط السنه دي، ونجح طبعا السنه اللي فاتت وحصد الدوري، ولكن بمستوى برشلونه ده اعتقد هيعاني بشكل كبير جدا في مستوى دوري ابطال اوروبا. كلام محترم. تعال نتكلم شويه عن المدربين، تمام؟ لما تيجي تقارن بين المدرب الاوروبي والمدرب المحلي عندنا، والمدرب مثلا حاليا اللي بيتواجد مثلا في دوريات ابتدت تشد حيلها شويه، وهم معظمهم محليين زي مثلا في المغرب او غيره، بتحس ان المينتاليتي او الفكر مختلف تماما، وكل واحد بيركز على تطوير حاجه معينه بتفرق بشكل كبير مع اللعيبه بتاعته. المدرب المحلي مش بالشرط ان هو يكون مش مدرب شاطر، شفنا ركراكي مثلا مدرب محلي وعمل مع المغرب حاجه رائعه جدا. عندنا احنا اسماء عدت على مصر برضو كويسه، لكن لسه احنا مش في المستوى اللي نقدر نقول حتى على 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 يا صعيد المنتخب كمان ان انا اقدر يعني احمل الموضوع على مدير فني محلي. على عكس اوروبا، لا، معظم المديرين الفنيين هناك بينتموا لبعض الانديه او للدوله نفسها يعني. فليه ليه ده احنا لسه بعيد عنه قوي؟ طبعا بالنسبه للمدربين في العرب مثلا المغرب وليد الركراكي او حتى المدربين الاوروبيين يتفوقوا بشكل كبير جدا على المدرب المصري المحلي، وده انا شايف طبعا زي ما بنطالب اللعيبه تتطور لازم هنا في مصر والاتحاد الكرة يعمل رخص تدريب للمدرب ويطور المدرب ويعمل لهم محاضرات كمان تثقيفية. المدرب المصري طبعا يعني بيعاني بشكل كبير جدا، ما عندوش الرخص الاحترافية اللي هي البرو، باستثناء مثلا واحد او اثنين زي الكابتن ايمن الرمادي، هو الوحيد اللي ممكن يشتغل في اوروبا. فاعتقد ده مشكله كبيره جدا، ده ملف كبير على فكره، لازم جدا محتاجين. يعني احنا دايما حتى لما جينا اتكلمنا على تطوير منظومه او سمعنا عن تطوير منظومه كره القدم المصريه، اتكلموا في التحكيم، اتكلموا في الارض، اتكلموا في الملاعب، في الكاميرات، في الصفقات، في كل حاجه، لكن الكلام عن المديرين الفنيين ما تطرقناش ليه، يعني ما سمعناش عنه. يعني فعلا دي نقطه مهمه ان احنا نقف عندها شويه، يعني ايه اللي ينقصنا؟ ليه ما يبقاش فيه زي ما انت بتتكلم اختبارات معينه، يبقى فيه كورسات معينه، يبقى فيه شروط معينه؟ بس الخبر الوحش بقى ان النقطه دي مش هنقدر نقف عندها شويه ولا سريعا للاسف. فكرك طب لو اجابتك سريعا يا نادر. طبعا هي دي مشكله، طبعا لازم المدرب يتطور بشكل كبير جدا، حتى لو يجيبوا له مدرب اوروبي يجي يعمل هنا محاضرات، الاتحاد الكره يساعد المدربين اللي هم يخرجوا بره ياخدوا الرخص التدريبيه عشان طبعا ما بيساعدهمش بالشكل ده. فانا شايف ان المدرب بعدين نرجع نلوم، ما هي برضه 1+1. فطبعا الكره المصريه يعني بتعاني من مشاكل كثيره، طبعا نتمنى طبعا تتعالج في اقرب وقت ان شاء الله. ربنا يخليك، من سعاده يعني سعداء جدا بوجودك معانا في حلقتنا النهارده، نورتنا وشرفتنا، ونشوفك على خير ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ كريم، انا اسعد والله، ربنا يخليك يا استاذ نواند، وسعيد ان انا موجود معاكم، وبتمنى لكم طبعا اجازه سعيده. بس ما شاء الله عليك بجد، معلوماتك كتيره، يعني احنا ان شاء الله الفقره الجايه لما تنورنا مره ثانيه ان شاء الله تبقى اطول، لان فعلا بنستفيد يعني. ربنا يخليك يا استاذ نواند، انا سعيد ان انا موجود معاكم ان شاء الله. ربنا يخليك، احنا سعيدنا بوجودك. نشكر حضراتكم، نشكرك. يا سلام. بس بقى في خبر اجازه يا حضرات، خبر حلو لينا وممكن يبقى حلو للناس برضه. وارد برضه، يصح برضه. احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي اجازه، 10 صفر فعلي كله هيكون اجازه، نعود ليكم باذن الله الاسبوع اللي بعد الجاي، وحلقات جديده وفقرات جديده واكيد اخبار جديده. مع السلامه.